السلام عليكم الغزالات ديالي ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حسناء الشافعي. الفيديو اليوم جديد، أفكار نتمنى تنال إعجابكم، أفكار بسيطة بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت، ممكن تفيدكم إن شاء الله بإذن الله لباقي أيام رمضان اللي كنتمنى من الله يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء. ما تنساوش تدعموني وديروا أبوني وجيم وشكرا. مرحبا بكم معايا في الفيديو اليوم. غنحضر معاكم حريشه فيها الحشوه ديالها فرماج كيري والزيتون والزعتر. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير، شكرا. عندنا نص كيلو ديال السميده رقيقه، علقه كبيره ديال السنيده، شويه الملحه، نص معلقة كبيرة الخميرة الفورية، خميرة واحدة، نص كاس زيت عنبة. كنبسبسو هاد السميدة مع الزيت وهاد القوام اللي درنا ليها. كنعجنوها بالماء بارد، حتى كيتجمع لكم الخليط، وحاولوا ما تدلكوش غير بالاصابع ديالكم. حتى كنديروا الماء، هانتي نص سيترو تقريبا شاط ليا نص منه بحال هكا، حتى كتجمع العجينه بحال هكا السميد. متى كنحصلوا على عجينه بحال هكا ها، كنغطيوها واحد شويه بالسلوفان حتى كن حتى كتشويه كنرجعوا ليها شي قسم ولا قسمين وكنرجعوا ليها. من بعد ما ارتاحت غادي نعمروها بهاد المقادير. الحشوه ديالها هادشي الحشوه، فيها شويه الزعتر، فرماج كيري، وشويه الزيتون، وهذه السميده للتفنيد. ناخذ شويه السميد بحال هكا، كناخذو هكا على حساب كوره، كنبداو نديرو في الحشوة شوية الزيتون الوسط، كناخدو الفرماج هكا كنقطعو على هاد الشكل، شوية الزعتر، صافي كنكوروها، كنجمعوها هكا بيدينا، كنديرو الحشوة لداخل، كنبقاو نجمعو، كنديرو كورة بحال هكا. هانتوما شوفوا الشكل، ها بحال هكا كنفلدوها في هاد السميده هادي. صافي كنديروها في المقلاة اللي غنطيبو فيها، المقلاة ديال السمنه داك الثقيله او الضيفه اللي عندكم. صافي كنديروها هكا بالاصابع ديالنا حتى كتاخد هاد الشكل ديال هاد المول هذا. حاولوا ما نبقاش ما نورفكوش، نقادوها من الفوق باش ما يبقاوش الاصابع ديالنا باينين. كنرشوا شويه هكا باش ما يبقاوش باينين اصابع، نوريكم الشكل النهائي بحال هكا. نديرو وحده اخرى عاوتاني معاكم.
من بعد ما عمرنا المقله حنا غنديروها دابا طيب، وان شاء الله غنبقاو معاها حتى طيب وكنقلبو فيها بشويه حتى تشد روحها مزيان. في الاول عاد كنقلبوها، من بعد ما شدات روحها وقلبناها ها هي كنبقاو نطيبو فيها حتى كتكمل. نكونو ناقصين البوطه، ما ناقصه ما مجهده، هي بشويه بشويه هنشوف. صافي غتبقاو معايا تنوريها لكم، نقدمها لكم ان شاء الله. ها هو الشكل النهائي ديال الحريشه ديال النكيجه. هايا نقطع معاكم شي وحيده، تجي هشيشه زوينه. كتجي رطبه شيشه.